من أكثر الأسئلة التي ترد إلى برنامج عوافي مشاهدينا هي الأسئلة التي تدور حول عمليات شفط الدهون. هذه العمليات هل يمكن فعلاً أن تغني عن جراحة السمنة؟ هل يمكن أن تقلل وتخفض من الوزن؟ ما هي الدوافع التي نقوم بها لإجراءها؟ وما هي المحاذير والنتائج غير المحبذة من القيام بها؟ اليوم في ملف تفصيلي سنتحدث عن عملية شفط الدهون من النواحي الطبية مع رائد هذه العمليات ضيفنا دكتور محمد البداوي، مستشار أول جراحة التجميل والترميم. حياك الله معنا دكتور محمد. شكرا، أنا شاكر لهذه المقدمة، بس أنا مش الرائد فيها، يعني أحد اللي بلش أحد روادها وأهم روادها. دكتور الله يخليكي. بالعكس دكتور، أنت من ربع قرن تقريبا كانت أول عملية شفط دهون قمت بها. 1989 فلن أقول الرائد، سأقول مؤسس. احنا يعني بلشناها في المدينة الطبية. نعم. كفريق مش كشخص. نعم. هي أول مرة بدخل الأردن جهاز شفط دهون كان في 1989 في مدينة الحسين الطبية. نعم دكتور، ما بين الماضي والحاضر كيف ترى تدرج ونجاح عملية شفط الدهون؟ نعم، هلأ فكرة شفط الدهون من زمان كانت تراود الجراحين في العالم. نعم. لحد ما تجرأ واحد فرنسي، هو أول واحد في 1970 أدخل ماسورة في جسم مريض وقعد يشفط دهون فيها. نعم. طبعاً يعني هو كان المعروف أن الدهن فقير بالتغذية الدموية، فهو اعتقد يعني وقتها أنه هو بيقدر يشفط الدهون بدون ما يمشكل المريض، بس يعني ما أعطته النتيجة العظيمة، والمريض صار عنده بروزنج وبليدنج. نعم. ونامت القصة لحد ما صاروا يفكروا في انه كيف انه الشفط اوكي كفكره، بس خلينا نلاقي طريقه نشفط كثير ونخفف فقدان الدم لدى المرضى والمضاعفات اللي بتنتج عنها. ف بلشوا يستخدموا السوائل. نعم. كانوا يسموه سوبر ويت لايبوسكشن، يعني استخدموا كميه سوائل منها بتمدد المنطقه اللي فيها اللي راح يصير فيها الشفط، وبنفس الوقت بتسهل عملية الشفط. نعم. لأنه الدهن جوا الجسم هو بيكون كتل وفي ألياف جدارية محيطة بكتل الدهن هاي. نعم. بعدين فكروا طيب احنا عشان نقلل هذا النزيف ونقلل المضاعفة، صاروا يستخدموا مع السائل هذا مواد زي الأدرينالين مثلاً. نعم. حتى يعمل انقباض للأوعية الدموية وخفف من نسبة النزيف. بعدين أضافوا له الليدوكين أو الزايلوكين اللي هو التخدير الموضعي. نعم. بس هون صارت قصة أنه لازم يكون في بالانس، لأن هاي المواد خطرة. صحيح، لسه بدي أحكي والتعامل معها مصدر. مش سهل، لازم. نعم. يكون بميزان دقيق. نعم. فمعروف قديش المريض بيقدر ياخذ زايلوكين بدون ما يصيبه تسمم بالزايلوكين. نعم. والادرينالين ما ياثرش على القلب وعلى، خصوصا الادرينالين. عادة ما يرتبط بالحالات الطارئة دكتور. طبعا هو مشان انعاش القلب. نعم. بس في نفس الوقت اذا اعطيت مريض اكثر من حاجته ممكن تؤدي لوفاة المريض. نعم. هلا جراحة او شفط الدهون ابدا ما هو علاج للسمنة إطلاقا، هذا for body contouring. يعني مش يقول لك أنا بدل ما ألجأ لجراحة السمنة تكميم أو تحويل مسار أنا بروح بسوي شفط دهون، منها أكسب ناحية تجميلية ومنها أخلص من الدهون. ما رح يحصل على النتيجة اللي بده إياها. يعني أنا المريض أول ما بيجيني بتطلع عليه إذا هذا في إمكانية إنه ينعمل له إشي بقول له، ما فيش إمكانية على طول بقول له انت جاي عن مكان غلط. طب كيف تقيم دكتور بناء على شو المعايير؟ الوزن، كتلة الجسم، كمية الدهون اللي عنده، وضعه الصحي، هدول معظمهم بكون عنده ضغط سكر والى اخره. نعم صحيح. هدول بتحسن لما بتعمل لهم عمليات التكميم او تحويل مسار او هي علاج السمنة، وهذا اختصاص مختلف تماما عن التجميل. ما هوش تجميلي بقدر ما هو علاجي للسمنة. طيب إذا كان يعاني من السمنة في مناطق معينة مثل الدهون الحشوية، هل يمكن أن يكون خيار فعال عملية شفط الدهون؟ هلا هاي اللي إحنا بنشوف عليها المريض
وبنقرر انه هذا بيستفيد من عمليتي بعمليه شفط الدهون واعطائه او اعطاء المريضه الكنتور الصح لجسمها. هلا في عندك محاذير بالنسبه لشفط الدهون. ممنوع الطبيب يشفط اكثر من 10% من وزن الجسم لانه بيفقد المريض دم على الاقل. وفي احسن الجراحين في احسن الحالات شفط الدهون كل لتر من الدهن تشفطيه من المريض بخسر المريض من 100 ل 150 سي سي بلد دم. فانت بتاخذي من المريض 5 لتر في يعني على تقريبا عم تخسري وحده دم كامله على الاقل. طيب هذا يعني دكتور بانه بعد العمليه يجب ان يلتزم المريض باجراء فحوصات معينه لقوه الدم؟ قبل العمليه لازم يعمل فحوصات لانه هاي العمليه من النادر دكتور بصراحه انه طبيب التجميل الجراح يطلب مثل هذا. ابدا هذا الحكي مش صح لانه هاي انا كنت بحكي لك عن فقد الدم. هاي معلومه والله مفاجاه دكتور. فقد الدم احد اسباب الوفاه من هاي العمليات. لذلك نسمع بأنه ارتبطت هذه العملية بحدوث وفاة معينة. هلا في أسباب كثيرة للوفاة بس أغلبها اللي بتصير أثناء العملية. في حالات تكررت كثير أنه أثناء العملية المريضة تموت. غالبا هدول تسمم بالمواد الأدرينالين والزيلوكين لأنه اللي حط المواد هاي نسب غير مدروسة. حطت بالضبط ما أعطاها النسبة الصح. كل لتر من النورمال سلاين او المحلول الملحي اللي بنحقنه لازم يكون في ما لا يزيد عن أمبولة ادرينالين. هاي مهمه من دكتور؟ اخصائي التخدير ام الجراح؟ لا هو الجراح هو الذي يشرح. انا هاي اسالي البنات اللي بيشتغلوا معي. انا بايدي بحط. ما هاي القصه فيهاش مش قابله يعني للمساومه. حطي لي أمبول كذا، حطي لي 1 سي سي. أنا بسحبه بالإنسولين سرنج اللي هو الإنسولين سرنج أدق سرنج في الـ في الـ في المستشفى. بسحب الأدرينالين فيه عشان أعطي بالضبط الكمية اللي أنا بديش أقول يعني آيديال بس هي سيف للمريض. من شوي لفتت انتباهي كلمتك كونتور للجسم. واحنا لما نتحدث عن محمد بداوي احنا نتحدث قبل لا تكون جراح. وفعليا منظور العمليات عندك وكانها عمليه تشكيل لمنحوتات. بالضبط هي حرفيا هذه وليست مجامله. انا دكتور. بعتقد انه جراح التجميل اذا ما عنده نظره فنيه يعني للناحيه الجماليه ما بعتقد يكون. المشكله يقولون بانه من المتوقع انه ما يحدث فيه تناظر في المناطق وتماثل تام بين المناطق اللي تم شفطها، فهذا امر متوقع. هاي الخبره هون اللي بتشتغل. مستحيل تلاقي انت النصف الايمن من الجسم والنصف الايسر ايكوال. يعني كميه الدهن اللي مثلا في الفخذ الايمن لا يمكن تلاقيها بالايسر. ممكن تكون بس يعني عاده لا. فالجراح هو اللي بقرر. حتى عملية حقن السوائل في الجسم لازم تكون حسب تقدير الجراح. هاي المنطقة اللي أنا بدي أشفط منها قديش رح أشفط؟ 300 سي سي بحطها من 300 ل 50 سي سي سوائل مخلوطة بالأدرينالين والزيلوكين. وتتوزع في المنطقة حتى تعملها إكسبانشن تقبض الأوعية الدموية وتعطي تخدير بعد العملية مريح للمريض. بعد العملية يكون الألم محتمل. عندما نرى صور نتائج عمليات شفط الدهون على صفحات السوشيال ميديا نرى الأطباء كثيرا ما ينشرون صورة المريض قبل وصورة المريض بعد ولكن على سرير العملية. هذه النتيجة هي النتيجة الأكثر موثوقية. متى ننتظر النتيجة النهائية دكتور؟ هلأ النتيجة النهائية بدها شهرين لثلاث شهور. أي نهائية. منطقة في الجسم؟ أي منطقة بالجسم. هلا ما عدا منطقة الساق اللي هي تحت الركبة. نعم. هاي المنطقة يعني أول شيء أوطى منطقة بالجسم. نعم. فالجاذبية الأرضية بتخلي السوائل تتجمع فيها لمدة أطول. شغلة ثانية الجلد فيها ترويته ضعيفة وعشان هيك مرضى السكري دائما بيعانوا من الجلد في هاي المناطق. نعم. ولذلك عملية امتصاص السوائل بتكون بطيئة منها.
هاي من المناطق اللي بتتأخر كتير، قد توصل لست شهور حتى تأخذ المريضة أو المريض نتيجتها الكاملة. أما الأغلب هي ست أسابيع، المفروض المريض يكون شبه ماخذ النتيجة اللي بده إياها مع الالتزام بلباس المشط. مع الالتزام طبعاً بالأكل مشان ما يزيد وزنه، لأنه هلا بيجي بقول لك هذا موضوع آخر، هذا المريض بقول لك أنا خلص شفطت الدهون ما راح يرجعوا لي. هذا أكبر غلط، هذا أبداً أكبر دكتور غلط. معلومة غير. طب بقول لك ما إحنا شلنا الخلايا الدهنية بالذات. ليش بقول ست؟ توزيع الدهون بين الرجل والمرأة يختلف. صحيح. هلا الست دهونها كلها تحت الجلد، أما الرجل جوا بطنه. صحيح. وإذاك ممكن تلاقي رجال لكنه شادر كرشو هالقد بس ما بتقدر تشوفته منه شيء لأنه هذا داخل البطن. صحيح. أما الست ليش بقول بالذات الست؟ لأنه دهونها برا، فالدكتور بكون مكيف إنه هو أعطاها كنتور حلو، بس إذا هي ما التزمت مش إنه الدهن بنتقل، لا مش الدهن بنتقل، بتصير المناطق اللي ما انشفطت واللي غير قابلة للشفط هي اللي تزيد، زي داخل البطن، هاي المناطق غير قابلة للشفط لأنها دهنها وضع جنب الكبد والبنكرياس. لحظة، والمنطقة اللي انشفطت دكتور؟ هلأ هاي المنطقة اللي انشفطت لا يمكن ترجع تتراكم فيها الدهون زي ما قبل العملية. ليه؟ لأنه عدد خلايا الدهن في هاي المنطقة قل. هلأ أنا وإنتي وكل حدا عنده عدد خلايا من نوع معين في جسمه تقريباً إيكوال، يعني اللي وزنه 100 كيلو وإنتي عندهم نفس عدد خلايا الدهن في الجسم، بس هذا الخلية تبعته قد حبة العدس فرضاً. نعم. وهذه قلت كورت التنس. نعم. هذا الفرق بين التنين. هلأ أنت لما بتقللي عدد الخلايا ما ضلش عندي غير كمية، حتى لو هاي الخلايا تضخمت يعني زادت أو صار فيها سمنة لا يمكن توصل للحجم الأساسي لأنه عددها أقل أصلاً من البداية. إنما يزيد الوزن في مناطق أخرى. بالضبط، بيزيد الدهن في المناطق اللي غير قابلة أو اللي ما انشفطت على الأقل، تلاقي إيديه الصدر الفخذ. نعم. صار يتجمع فيه دهون أكثر من قبل. إنما المنطقة إنما داخل البطن هاي هي أسوأها للستات لأنها ما بتنشفط وما لها عملية، إنها بدها إنها حمية ورياضة. مشكلة رح ترتبط بأمراض مزمنة أخرى مثل الكبد الدهني دكتور إذا تراكمت بشكل. لا هلا إحنا منحكيش عن الكبد الدهني، منحكي عن تراكم الدهون الفيسرال فات اللي هو الدهن اللي داخل البطن داخل. دكتور الترهل بعد العملية متوقع؟ هلا الترهل بيعتمد على الأشياء كثيرة، منها مثلا العمر. نعم. كل ما كان المريض أصغر عمرا الترهل بيكون أقل. في نوعية الجلد، كل ما كان الجلد شوية مايل للحنطي أو الأسود هذا الجلد كتير كويس ترهل شي كتير. أما الجلد الأبيض أو الكوكازيان سكين نسميه القوقازي هذا بترهل أسرع. كمان التغذية، التروية الدموية، الرياضة، يعني في أشياء كتيرة هي بتتحكم في مثلا في ترهل نتيجة خلفة عند الست. صحيح. هلا هاي لو شو ما شفطتي منها ما راح تحلي لها مشكلة. طيب كمية الدهون اللي تم شفطها ممكن تلعب دور إذا زادت عن الحد المطلوب إنها فعلا تحدث حالة من الترهل في الجسم؟ طبعا طبعا، إذا اجيت على واحد عمرها 50 سنة وشفطتي لها وتركتيها من غير ما تشدي بتترهل أكيد. ما هي بتيجي تقول لك هلا زي البربط المعدة، أنا مقص الجراح بعدني عنه أنا ما بدي أشد. في خيارات ثانية مثل الجي بلازما؟ إطلاقاً الجي بلازما مش حل للترهلات. عظيم. أبداً. هي خلينا نفتح ملف الجي بلازما دكتور. أنا ما بتعاملش معها حقيقة. لأنه هي يعني أنت بتستخدمي غاز الهيليوم من شان تشد الجلد. هلأ إمتى بيعطيك النتيجة هاي؟ بده 6 أشهر. يعني أنا مريض ممكن يستنى علي وصدقني إنه بعد 6 أشهر راح جلده يشد. هو فعلاً بشد؟ هو بتحسن، إنما ما بظنش بشد. إذا كان ترهل إلا كان هدول اللي بيعملوا ربط المعدة وبترهلوا كتير من هون لهون. طب والإمباديتايد دكتور، هاي التقنيات البرازيلية اللي دخلت علينا؟ لا هلا هو في دخل الفيزر لايبو أو السمارت لايبو. نعم. هو بلش كألتراسونيك ويفز بتنسلطها على الفات
بتعمل له ملتنج للفات يعني بتذوبه. نعم. فبيسهل شفطه. وفي نفس الوقت هي لانه هي حراريه الالتراسونيك ويف بتعطي حراره فشوي بتشتغل على الطبقه على الجلد من الداخل فبصير في شويه شد. لكن اذا الترهل اصلا موجود هذا مش حل. الحل الشد. انا ما بآمن ابدا انه الترهل موجود شفط الدهون باي طريقه من الطرق بكفي. نو no. لازم اذا في شد اذا في جلد زياده. والله صراحه صدمتني بالاجابه. لا. دكتور هاي الصح هاي الحقيقه. اذا الخيار هو الشد اثناء عمليه شفط الدهون اذا نعم. كانت الحاله تستدعي من ترهلها بانه نعمل شد فرح نعمل دابل. شد والندب دكتور الندب هاي بتعتمد اولا على نوع الجلد. اذا نوع الجلد تبع المريض النوع الكويس بتركش ندب. الجراح الكويس بيعرف يعطي مريضه سكار كويسة وحلوة وأنه تسبب. ويقول لك دكتور أنا راح يصير جسمي خريطة. لا مو خريطة. يعني أنا داخل عشان تجميل مو خريطة. أطلع مثلا إذا تخيط الجرح مزبوط مش راح يكون مزاج لحدا. لا للست ولا لزوجها ولا لمنظرها ولا للسلف استيم تبعها يعني. شفط الدهون دكتور لا يتوقف على الساقين والكاحلين والأرداف واليدين والبطن ممكن يصل للثدي. هلا شفط الدهون في الثدي في الرجال اوكي راح اقول عند الرجال في الستات لا. شو الاختلاف دكتور؟ الاختلاف انه انت بتعرضي هاي الخلايا لحراره الالتراسونيك ويفز بتحرقي الخلايا الحليبيه تاعت الست. نعم. في الزلمة ما هو بدوش اياها اما في البنت فالاضرار بالقنوات الحليبيه راح يتم بضر ممكن يتعداها دكتور الى نشاه اورام مثلا في الثدي؟ لا ما يعني هي مش سبب انه يصير سرطان في الثدي نتيجه شفط دهون منه ما ابدا. طيب واذا المراه كانت تعاني فيه. من ثدي كبير وفي كميه دهون كبيره كيف ممكن نتخلص من هاي المشكله؟ بعمليات تصغير الثدي وشده وبتعطي نتيجه حلوه وبتعطي في ايد جراح كويس بتعطي الاحساس بروحش الترويه الدمويه للحلمه ما بتروح. نعم. بضل منظر الثدي كثير اجمل. أول شيء هذا يعني يعتبر أصلاً علاجي لا يعتبر تجميلي لأنه ثقل الثدي على الكتف صحيح. وعلى الرقبة بيعمل مشاكل صحيح. للست زائد من هون عرق وتسلخات واحتكاك الجلد ببعضه فتصغير الثدي أنا بعتقد هاي عملية صحية زيها زي عملية المرارة. دكتور بحكم خبرتك اللي جاوزت يمكن 30 عام في مجال جراحة التجميل بالتأكيد جاءتكم حالات مرت بعمليات شفط دهون فاشلة أكيد. والدور الآن ملقى على كاهلكم أنتم التصحيح والترميم. هل ممكن فعلا عملية شفط الدهون إذا جاءتك نتيجة غير متناظرة أو في مثلا غير تماثل في الشكل بصورة مطلوبة أو صورة تجميلية تحس إنه مثلا يقول لك شو مسوي فيها الطبيب أنت شو دورك هون راح يكون؟ يعني عارفة أنا بتجنب الحالات هاي. ليه؟ لأنه بتجنب التعامل معها بالضبط لأنه المنطقة اللي صار فيها الشفط هاي منطقة هلأ صار فيها ألياف والتصاقات وأدت إنه تعطي عدم انتظام في مستوى الجلد غير متناسق وبالتالي في مناطق من الجلد مأخوذ منها أكثر الدهن مأخوذ من تحتها أكثر. نعم. من المناطق بالعكس بدك تضطري تاخذي دهن منطقه ثانيه وتحقني في هاي اللي رايح منها كثير. نعم. تشيلي من الكثير وتحطي في الاقل والمشكله انه لما يكون في التصاقات تليفات عباره عن تعذيب للجراح يعني لانه بده يكسر هاي الالياف تبنه يقدر يطلع له شويه دهن يحسن الكونتور وهل هدول راح يكفوا يصلح فيهم منطقه مثلا بدها زيادة الدهون بدل ما شو الخيار؟ ممكن دكتور نلجأ إلى زراعة السيليكون الخيار أو بيرسونال. أنا ضد السيليكون في الجسم ما عدا الثدي حقيقة يعني جسمة. مثلا السيليكون بالخلفية ما بحبه. شو السبب؟ أول شيء ما فيش هون في فيش حركة على الثدي مش زي البط المريضة بتقعد وبتحكي وبتمشي وبترعب رياضة وتنام عليها فعملية انه يطلعوا سيمتريكال وزي بعض وايكوال هاي نادرة ما شفتهاش انا امانة يعني الا مع واحد برازيلي شغلته هالشغلة مش تغيرها يعني
أما هاي بدها شطارة وبدها خبرة كتير. حط للمريض. لأنه بعدين هون حنحط مثلا السيليكون تحت العضلة، والعضلة بتعطي جزء من الكونتور تبع الثدي. هناك فين بدك تحطي تحت العضلة؟ بدك أكيد بدك تأذي الأعصاب اللي بتغذي الأطراف السفلية. أنا والله يا دكتور الود بدي إنه أخلص الحلقة 45 دقيقة في حديثي معك، ولكني محكومة بوقت لهاي الفقرة دكتور. شرفتيني بأي وقت بهذا الحوار. أي وقت حوار علمي رائع، نستقي المعلومة من مصدرها الأصلي. تسلمي وشكرا لك كثير. وأي وقت إحنا مستعدين نعطيك المعلومات اللي تفيد المشاهد وتخليه يعرف يختار شو يعمل كيف يعمل وعند مين يروح. شكرا لك دكتور. أوكي. محمد بداوي مستشار أول جراحة تجميل والتربية. شكرا لك تحياتي لك ولمشاهدينك. شكرا.